أكد وزير الخارجية سامح شكري أن كافة الاستثمارات والمشروعات الصينية في مصر تحظى برعاية كاملة وتذليل لكافة العقبات التي قد تواجهها. وأشار شكري خلال لقائه نائب الرئيس الصيني وانغ تشي تشان على هامش مشاركته بالاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني في بكين، أشار إلى تطلع الحكومة المصرية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات كافة. من جانبه أكد نائب الرئيس الصيني أن المرحلة المقبلة ستشهد عدة لقاءات قمة بين رئيسي البلدين في مناسبات مختلفة.